مسرع هو الأول من نوعه في الجزائر، وجاء ليكمل سلسلة المبادرات والتحفيزات التي قامت بها الحكومة لفائدة أصحاب مشاريع مبتكرة وشركات ناشئة، ابتداء من إنشاء إطار تنظيمي وقانوني لصالح الشركات الناشئة، لإنشاء أيضا صندوق استثماري للشركات الناشئة الذي هو اليوم يرافق ويمول الشركات الناشئة. مسرع الأعمال اليوم على ينتمي إلى شبكة من أكثر من 1000 مستثمر وصندوق استثمار عالمي، وسيمكن أصحاب الشركات الناشئة أيضا من الحصول على التواصل مع المستثمرين سواء كانوا في الجزائر أو الأجنبيين. والهدف هو حقيقة أن يصبح المسرع الواجهة الشركات الناشئة على المستوى الدولي.